بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على سيدي ومولاي شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون بأرض طوس، الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. أيها الأحبة، تحدثنا في الحلقة الماضية عن أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الرضا سلام الله عليه، كانت حياته مليئة بالمآثر والمكارم والمفاخر، وقد نشر الحركة العلمية لبيان علوم جده صلوات الله وسلامه عليه، مع ما أن السلطة العباسية آنذاك حاولت جاهدة تحجيم خطوات الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأن تجعله تحت أنظارها. في الواقع أيها الأحبة، المأمون العباسي عندما استقدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى خراسان، إلى طوس، ماذا كان يريد؟ هل أن المأمون كان يريد أن يوفر للإمام جوا علميا، وكان يريد إنعاش حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه والتخفيف عليه؟ قطعا لا. لماذا؟ بأدلة كثيرة. لأن بني العباس قد تربوا على ذلك، وخصوصا المأمون منهم. تعلمون أن المأمون رأى بعينه حادثة جرت في زمن الرشيد، في زمن هارون، عندما ذهب هارون الرشيد قاصدا المدينة المنورة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله، ودعا جميع الأعيان في المدينة ومنهم الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وكان المأمون يراقب تصرفات أبيه، تصرفات أباه، وقد نظر إلى اهتمام هارون الرشيد بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه عندما قدم الإمام إليه أخرج الرشيد، أخرج كل من الأمين والمأمون لاستقبال الإمام سلام الله عليه، وقال لهما خذا بركابه ورافقاه إلى المجلس، وجاء به وأجلسه وأقبل عليه وأخذ يسأل الإمام سلام الله عليه عن حاله وعما يحتاجه. وعندما أراد أن يخرج أمر أولاده أن يشيع الإمام سلام الله عليه. لذلك أحدثت هذه الحادثة تساؤلات عند المأمون، فجاء إلى أبيه وسأله عن تصرفاته مع هذا الرجل. قال: لقد فعلت مع هذا الرجل ما لم تفعله مع الناس. قال: ويحك، هذا هو أحق مني بالخلافة. قال: إذن بكل عفوية لما لم تسلم إليه الخلافة؟ قال: ويحك، إن الملك عقيم، ولو نازعتني أنت عليه لأخذت الذي فيه عيناك. أنت لو تنازعني أطير راسك، تعبيرنا. لذلك هذه الحادثة تربى عليها المأمون، فكيف يفعل مع الإمام سلام الله عليه هذه الأفعال بحسن نية؟ فكان المأمون بحاجة إلى أمرين. أولا، أراد أن يضفي على حكمه شرعية، لأن الناس تعلم أن العلم والتقى وجميع مواريث النبي صلى الله عليه وآله هي عند الإمام الرضا سلام الله عليه. وكذلك أراد أن يجعل من الإمام سلام الله عليه تحت عينيه، تحت المراقبة. إلا أن الإمام مع هذا الجو، الإمام صلوات الله وسلامه عليه استفاد من هذه القضية ونجح في رفع كثير من المصاعب التي كان يعاني منها شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنها الكثير من الأمور. لذلك أيها الأحبة، نوايا المأمون كانت غير حسنة. أراد أن يبين للناس أن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع أنهم
عندهم هذه المآثر الكثيرة وهم أولاد رسول الله، لكن ليس كما تظنون أيها الناس، ليس هم بزاهدين في الدنيا، بل أنهم إذا ظفروا بها نعم يفعلوا كما يفعل الناس. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد أن ألح عليه المأمون إلحاحا شديدا في البداية على تسلم الخلافة، والإمام يعلم أن هذا الكلام غير صحيح، ثم أجبره على ولاية العهد. فماذا فعل الإمام سلام الله عليه؟ قبل بشروط، قال أقبل على أن لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا. وهذا يبين أن الإمام سلام الله عليه بعيد كل البعد عن السلطة، مع أننا إلى الآن اشتهر الإمام بهذا اللقب السلطان، السلطان أبي الحسن. ماذا يعني السلطان؟ مع ألقابه الإلهية، ألقابه الملكوتية، ألقابه الروحية، الإمام الرضا سلام الله عليه، الذي رضي بما قسم الله وبوعده ووفى لله سبحانه وتعالى. أما هذه الألفاظ وهذه الألقاب المجعولة فهي تزول مجرد أن يزال ذلك الملك، مثل لقب القائد ولقب كثير العميد ولقب السلطان. هذه ما أن تزول هذه الوظيفة يزول معها هذا اللقب، إلا أن الإمام سلام الله عليه صار سلطانا على القلوب. فكان وجوده في البلاط العباسي أولا رفع السنة الخبيثة التي اعتاد عليها بني أمية وبني العباس، اعتادوا عليها على أن الإمام سلام الله عليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يذكر بشيء من المدح في مقام، بل أن ذكره كان محظورا. وتعالى في زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه صار الشعراء يأتون إلى المأمون ويرجعون إلى ولي العهد وهو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فترى ذكر أهل البيت ذاع صيته بين الناس. وهذا لا يعني أن أهل البيت يحتاجون إلى هذا الأمر، إلا أنها ظلامة قد رفعت. وكثير من الشعراء ومنهم أبي نؤاس عندما سئل، حيث تأخر في مدح الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فسئل لما تأخرت في مدحه، فأجاب قال قيل أنك أشعر الناس طرا في فنون في الكلام البديهي، على ما تأخرت في مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه، فقلت إني عاجز عن مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. فهكذا كان الإمام سلام الله عليه، وكثير من الأمور التي جرت في عهد ولاية العهد إن شاء الله تعالى نذكرها في الحلقات الآتية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في السير على نهجهم والتخلق بأخلاقهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.